حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، حدثني سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قالت: فخرجت أي من بيت المقدس بعمرة. حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الصلوات 5 بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت: قلنا يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وربما قال: هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا: حدثنا وكيع، أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة، قال: فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل، فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: نعم. فلما قالوا: قد زاغت، ارتحل. قال وكيع: يعني راح. حدثنا علي بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف، فأتانا ابن مربع فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول:
كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا القاسم بن عبد الله العمري، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرفة، وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة. حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي، حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي، حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم، فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحوه. قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أمضيت راحلتي وأتعبت نفسي، والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع عن عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال وكيع: يعني فوق العنق. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم، فقال الله عز وجل:
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضأ، قلت: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام، ثم صلى المغرب، ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. حدثنا محرز بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة، فلما أنفنا قال: الصلاة بإقامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال: إن المشركين كانوا يقولون: أشرق سبير كيما نغير، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال: قال أبو الزبير: قال جابر: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر، وقال: لتأخذ أمتي نسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا: حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي رواد عن أبي سلمة الحمصي عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: يا بلال، أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلقح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. زاد سفيان فيه: ولا إيخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس، فأذن لها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة، فقال: يا أيها الناس، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال:
يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة، وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره، رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استبطن الوادي، فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صحباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مالك بن أنس وحدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس، حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما، ثم يرمون يوم النفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال الفضل بن عباس: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي قالوا: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ حدثنا علي بن محمد، حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين أحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. حدثنا علي بن محمد وأحمد بن أبي الحواري الدمشقي قالا: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا ابن إسحاق، حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله، لما ظاهرت للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة؟ قال: إنهم لم يشكوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أنبأنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قالا: حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف. حدثنا علي بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منا فيقول: لا حرج لا حرج. فأتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. حدثنا علي بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح، قال: لا حرج. حدثنا هارون بن سعيد المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني نحرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال: لا حرج. حدثنا حرملة بن يحيى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم 3 مرات؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتا هل بلغت 3 مرات؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد 3 مرات. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زافر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا ربي أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. قال هذا يوم الحج الأكبر، ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد
حدثنا سفيان حدثني محمد بن طارق عن طاووس وأبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، قال عطاء ولا رمل فيه. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال قال عبد الله بن المؤمل إنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة، فأغلقوها عليهم من داخل، فلما خرجوا سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه، ثم لمت نفسي أن لا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين ورجعت وأنت حزين؟ فقال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته فأذن له. حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري قالا حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية. حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وأبو معاوية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن زريق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء الدلاجة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن طاووس عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل
حتى يكون آخر عهده بالبيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا قد حاضت، فقال عقرى حلقى ما أراها إلا حابستنا، فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر، قال فلا إذن مروها فلتنفر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فحل زر الأعلى ثم حل زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك سل عما شئت، فسألته وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبي رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جانبه على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج وخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، ما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله وهلله وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك
وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا يعني قدماه مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد الأبد. قال: وقدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها علي فقالت: أمرني أبي بهذا. فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، وأنكرت ذلك عليها فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100. ثم حل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق القصواء بالزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة،
كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين فطفق ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا، حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو، حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة. فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا. حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حجات، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة، وقرن مع حجته عمره، واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنة، منها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي ما غبر. قيل له من ذكره؟ قال جعفر عن أبيه عن جابر، وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عكرمة، حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأ. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال
قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب: في أنزلت، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاء؟ قلت: لا. قال: فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فالصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، والنسك شاء. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن نافع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب، عن كعب بن عجرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين آذان القمل أن أحلق رأسي وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، وقد علم أن ليس عندي ما أنسك. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا محمد بن أبي الضيف عن ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رخصة أخذت. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتد. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: أعقصته راحلته، وقال: لا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد. حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحذأ. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، أو قال: في قتلهن، وهو حرام: العقرب والغراب والحديات والفأرة والكلب العقور. حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لما قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها
وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أنبأنا صعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له حمار وحش فرده علي، فلما رأى في وجه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكل. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدته له. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم، وقال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل بورته من فضة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى هديه من قديد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعمر بن عبد الله قالوا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال عمرو في حديثه وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن مضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد أخبرني عقيل عن محمد بن مسلم أنه قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد أنبأنا عبد الرحمن بن صابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حدثنا بكر بن خلف حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك، وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم وأنا عبدك ونبيك، وإني أحرم ما بين لابتيها. قال أبو مروان: لابتيها حرتي المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، قال: فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال له: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت فاعل؟ قال: لأفعلن. قال: ولماذا؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركا، فقام كما هو فخرج. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواها، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا داود بن عجلان قال: طفنا مع أبي عقال في مطر، فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام، فقال: طفت مع أنس بن مالك في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس: ائتنف العمل فقد غفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفنا معه في مطر. حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا أوساطكم بأزركم، ومشى خلط الهرولة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق
أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا الحجاج بن أرطاة حدثنا جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر فذكر مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنبأنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجمية. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن نافع حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا سلام بن مسكين حدثنا عائد الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرني سعيد بن عبد العزيز حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال لي اشتري لي هذا كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عائذ أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن. حدثنا هدية بن عبد الوهاب أنبأنا الفضل بن موسى أنبأنا الحسين بن واخد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة
والبقرة عن سبعة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. حدثنا هلال بن السري، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينحروا البقر. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق، وحدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من كهامة، فأصبنا إبلا وغنما، فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا أنس بن عياض، حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجدع يوفي مما توفي منه السنية. حدثنا هارون بن حبان، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الطأن. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا: حدثنا شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها،
والعرجاء البين غلعها والكثيرة التي لا تنقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدع ولا تحرمه على أحد. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع عليا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قالا: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرظة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال: ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو، حدثنا محمد بن بكر البرساني، وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لا فليذبح على اسم الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعد أضحيتك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غير عبد الأعلى عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد. وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار، فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. فأمره أن يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن. قال: اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر،
حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أنبأنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في خضر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. قالوا يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدخت بلحمه. أراه قال على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. قال هشام في حديثه: والفرعة أول النتاج، والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال: دع أذنها وخذ بسالفتها. حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيعة حدثني قرة بن حيوائيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال: كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه. فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بالكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيت في شاء فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدى. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. حدثنا أبو كريب حدثنا مروان بن معاوية حدثنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريه. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خلف بن خليفة، وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، أنبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبد الله عن أبيه، عن أبي هريرة قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر: انطلقا بنا إلى الواقفي. قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحبا وأهلا. ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أو قال: ذات الدر. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لها أوابد أحسبه قال: كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا: حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، أنبأنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. حدثنا زويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر أهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها
وإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فأكفأناها. فقلت لعبد الله بن أبي أوفى: حرمها تحريما؟ قال: تحدثنا أنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها تأكل العذرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا به بعد. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأمسى الناس قد أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما توقدون؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوا ما فيها واكسروها. فقال رجل من القوم: أو نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا وكيع عن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قلت: فالبغال؟ قال: لا. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداء عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. قال أبو عبد الله: سمعت الحوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم: في الذكاة لا يقضى بها مذمة. قال: مذمة بكسر الذال من الذمام، وبفتح الذال من الذم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال بندار: العين حيطان المدينة. حدثنا سويد بن سعيد، أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حدثنا أبو طاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب حدثني يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حيوة بن شريح حدثني ربيعة بن يزيد أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيل بقوسي وأصيل بكلب المعلم وأصيل بكلبي الذي ليس بمعلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدا فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا بيان بن بشر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك إن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل. قال ابن ماجة سمعته يعني علي بن المنذر يقول حججت 58 حجة أكثرها راجل. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن شريك عن حجاج بن أغطاط عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان. حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرملي قالا حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما ردت عليك قوسك. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مجاهد بن سعيد عن عامر عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي. قال إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه غيره فكل. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع وحدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل قالا حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض. قال
ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيل. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: لا تأكل إلا أن يخزق. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت. حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قالا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سعد البقال سمع أنس بن مالك يقول: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره، وأفسد بيضه واقطع دابره، وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد أو ضرب من جراد، فجعلنا نضربهن بأصواتنا ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قالا: حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن عيسى المصريان قالا: حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده نحوه وقال: قرصت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا
ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد. فقال: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت لا أكلمك أبدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا تقتل الصيد ولا تنكي العدو، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفويسقة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري، أخبرني أبو إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري: ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. حدثنا بكر بن خلف، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح عن ممهد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: قلت يا رسول الله، جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قلت: يا رسول الله، ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل الذئب أحد فيه خير؟ حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن خزيمة بن جزء قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها
فأكلوا منها، فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه، فقال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري لعلها هي. فقلت: إن الناس قد اشتووها فأكلوها، فلم يأكل ولم ينهى. حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قدره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض مضبة، فما ترى في الضباب؟ قال: بلغني أنه أمة مسخت، فلم يأمر به ولم ينه عنه. حدثنا محمد بن المصفى الخمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى به ليأكل منه، فقال له من حضره: يا رسول الله، إنه لحم ضب. فرفع يده عنه فقال له خالد: يا رسول الله، أحرام الضب؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه. قال: فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحرم، يعني الضب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا فسعوا عليها فلغبوا، فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بعجزها وواركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما، فقال: يا رسول الله، إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها، فذكيتهما بمروة، أفآكل؟ قال: كل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: قلت: يا رسول الله، جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الضب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قال: قلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولما يا رسول الله؟ قال: فقدت أمة من الأمم، ورأيت خلقا رابني. قلت: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولما يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس، حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال أبو عبد الله: بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم، لأن الدنيا بر وبحر،
فقد أفتاك في البحر وبقي البر. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابوري، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال من يأكل الغراب، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا الأنصاري، حدثنا المسعودي، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال من يأكله، بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. حدثنا الحسين بن مهدي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى، حدثني عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثة، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حدثنا محمد بن عبد الله الرقي، حدثنا يحيى بن زياد الأسدي، أنبأنا ابن جريج، أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل زبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن رضيه أكله وإلا تركه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر نخالف فيه، يقولون عن أبي حازم. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا صاعد بن عبيد الجزري حدثنا زهير بن معاوية حدثنا محمد بن جحادة حدثنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله ألا آتيك بوضوء؟ قال أريد الصلاة. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكلا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاء فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آكل سم الله عز وجل. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الهقل بن زياد حدثنا هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها عمن هو؟ قال عن ابن عباس قال فإنه حدثناه عن جابر قال
حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا، وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. حدثنا موسى بن عبد الرحمن أنبأنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو اليمان البراء قال حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل في قصعة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قالا حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان حدثتني جدتي عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير قالت دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة لنا، فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبد الله حدثنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نواحيها، فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي حدثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا أبو حفص عمر بن الدرفس حدثني عبد الرحمن بن أبي خسيمة عن واثلة بن الأسقع الليثي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها، فتغامز به الدهاقين فقيل أصلح الله الأمير إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم، إنا كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة
عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله: غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الكريم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبي عن جده وحشي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل زبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليناوله منه. حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما قد كفاه عناءه وحره فليدعه فليأكل معه، فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل
حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة قال فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري حدثنا أبو بحر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبيد الله أنبأنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبيد بن وسيم الجمال حدثني الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يلومن امرئ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعن جوعا وكذبا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل قال فدعاني لآكل معه قال وصنع ثريدة بلحم وقرع
قال فإذا هو يعجبه القرى. قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه، فلما طعمنا منه رجع إلى منزله ووضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدباء، فقلت أي شيء هذا؟ قال هذا القرع هو الدباء، نكثر به طعامنا. حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي حدثنا يحيى بن صالح حدثني سليمان بن عطاء الجزري حدثني مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا سليمان بن عطاء الجزري حدثنا مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء قال ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي وحدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثني شيخ من فهم قال وأظنه يسمى محمد بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن زبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة صميطا حتى لحق بالله عز وجل. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط ولا حملت معه طنفسة. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة أخبرني سليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن الجزء الزبيدي قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. قال أبو عبد الله إسماعيل وحده وصله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أخبرني أبي عن عائشة قالت لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي. حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد الرحيم بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عيسى بن أبي عيسى عن رجل أراه موسى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح. حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا مروان بن محمد
حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا قيس بن الربيع عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان أنه حدثه قال حدثتني أم سعد قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال هل من غداء؟ قالت عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن برد الراسبي حدثتني مولاتي أم سالم الراسبية قالت سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن موسى قالا حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حدثنا محمد بن الصباح وعمر بن رافع قالا حدثنا يعقوب بن الوليد ابن أبي هلال المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. حدثنا أحمد بن أبي الحواري دمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول الثمرة
قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر، وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في التمر. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثني ابن جابر، حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قالا: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا، فجلس عليها، فأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا، وقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، حدثني أبي قال: سألت سهل بن سعد: هل رأيت النقي؟ قال: ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: نعم، كنا ننفخه فيطير منه ما طار وما بقي سريناه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أخبرني بكر بن سوادة أن حنش بن عبد الله حدثه عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال: رديه فيه ثم عجنيه. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي، حدثنا غمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه قال: زار أبو هريرة قومه، يعني قرية أظنه قال ينا، فأتوه برقاق من رقاق الأول، فبكى وقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. حدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سعيد الدارمي قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك، قال إسحاق: وخبازه قائم، وقال الدارمي: وخوانه موضوع، فقال يوما: كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله ولا شاة صميطا قط. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي أبو الحارث، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا محمد بن طلحة عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس قال: أول ما سمعنا بالفالوذة أن جبريل عليه السلام
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم ليأكلون الفالوذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شقه. حدثنا هدبة بن عبد الوهاب، حدثنا الفضل بن موسى السناني، حدثنا الحسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال: فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه فجاء به إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أي شيء كان هذا السمن؟ قال: في عكة ضب. قال: فأبى أن يأكله. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضعت فيها شيئا من سمن، ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعه. قال: فأتيته فقلت: أمي تدعوك. قال: فقام وقال لمن كان عنده من الناس: قوموا. قال: فسبقتهم إليها فأخبرتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي ما صنعت. فقالت: إنما صنعته لك وحدك. فقال: هاتي. فقال: يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال: فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة. فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة ثلاث ليال تباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون العشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعير. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وكان يعد من الأبدان. حدثنا بقية، حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف، وقال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبس خشنا. فقيل للحسن: ما البشع؟ قال: غليظ الشعير ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء. حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معد يكربا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. حدثنا عمرو بن رافع،
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى عن يحيى البكاء عن ابن عمر قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال حسبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قالوا حدثنا بقية بن الوليد حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا وساج بن عقبة بن وساج حدثنا الوليد بن محمد الموقري حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. حدثنا محمد بن عبد الله الرقي حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا المحاربي حدثنا عبد الرحمن بن نكشل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي الحق فقل له ما رجعك يا رسول الله؟ قال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبيه عن ابن عمر قال دخل عليه عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال بسم الله ثم ضرب بيده فلقم لقمة ثم ثنى بأخرى ثم قال إني لأجد طعم دسم ما هو بدسم اللحم. فقال عبد الله
يا أمير المؤمنين، إني خرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه، فوجدته غالية، فاشتريت بدرهم من المهزول وحملت عليه بدرهم سمنا، فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما. فقال عمر: ما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين، فلن يجتمعا عندي إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت لأفعل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترف لجيرانك منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه، فيؤخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع، فمن كان آكلهما لا بد فليمتهما طبخا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن أم أيوب قالت: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه من بعض البقول، فلم يأكل وقال: إني أكره أن أوذي صاحبي. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا أبو شريح عن عبد الرحمن بن نمران الحجري عن أبي الزبير عن جابر أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث، فقال: ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم عن المغيرة بن نهيك عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تأكلوا البصل، ثم قال كلمة خفية: أني. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن أبي عن النعمان بن بشير قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف، فدعاني فقال: خذ هذا العنقود فأبلغه أمك، فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلما كان بعد ليال قال لي: ما فعل العنقود؟ هل أبلغته أمك؟ قلت: لا. قال: فسماني غدر. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، حدثنا نقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة، فقال: دونكها يا طلحة، فإنها تجم الفؤاد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا ابن أبي عدي، وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا عبد الوهاب جميعا عن راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء.
عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يقول: سمعت خباب بن الأرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سليمان بن عتبة، حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري بن إسماعيل حدثه أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها. حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا أبو عاصم عن شبيب: سمعت أنس بن مالك أو حدثني أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له، حتى عد 10 من هذا الضرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو معاوية،
حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. حدثنا الحسين بن أبي السري حدثنا عبد الله حدثنا سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن الصمت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يحيى بن الحارث الدماري سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال ابن ماجه هذا حديث المصريين. حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن، وهذا حديث الرقيين. حدثنا سهل حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا أبو يحيى حدثنا زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أنس بن عياض حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أنس بن عياض حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال الليث بن سعد حدثني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن عبد الله اليماني حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والبسر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجمعوا بين الرطب والزهو، ولا بين الزبيب والتمر، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد قالا: حدثنا عاصم الأحول، حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة. وقال أبو معاوية: نهارا فيشربه ليلا، أو ليلا فيشربه نهارا. حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر، وحدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمة، وقال: كل مسكر حرام. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقرع. حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا: حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا: حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، حدثتني رميثة عن عائشة أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا
ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسق تضرم على أهل البيت بيتهم. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. حدثنا عصمة بن الفضل، حدثنا حرامي بن عمارة بن أبي حفصة، حدثنا حريش بن سريت، أنبأنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عروة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان يتنفس في الإناء 3، وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه 2. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية أن يشرب من أفواهها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنف فخرجت عليه منه حية. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما، فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي
وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام إذا طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا كرعنا. قال عندي ماء بات في شن، فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب، ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد. حدثنا أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قالا حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا، فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج، فقالوا يا رسول الله
هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا: حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا صفوان بن هبيرة، حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده، قال: أتشتهي شيئا؟ قال: أشتهي كعكا. قال: نعم. فطلبوا له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر وأبو داود قالا: حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب، وعلي ناقه من مرض، ولنا دوالي معلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فتناول علي ليأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، إنك ناقه. قال: فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب، فإنه أنفع لك. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن فكل. فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل تمرا وبكرمات؟ قال: فقلت: إني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا محمد بن السائب عن بركة عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء، قال: وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبغيض النافع، التلبينة، يعني الحساء. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه، يعني يبرأ أو يموت. حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان قالا: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق وقال لنا: عليكم بهذه الحبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعة فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. حدثنا محمود بن خداش، حدثنا سعيد بن زكريا القرشي، حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا عمر بن سهل، حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل، فقسم بيننا لعقة لعقة، فأخذت لعقتي ثم قلت: يا رسول الله، أزداد أخرى؟ قال: نعم. حدثنا علي بن سلمة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفائين، العسل والقرآن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أصباط بن محمد، حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قالا: حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي مضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير، سمع عمرو بن حريث يقول: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء العين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عبد الصمد، حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة، فقالوا:
هو جداري الأرض، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكمأة من المن والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المشمعل بن إياس المزني، حدثني عمرو بن سليم قال: سمعت رافع بن عمرو المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن: حفظت الصخرة من فيه. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابي، حدثنا عمرو بن بكر السكسكي، حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أبا أبي بن أم حرام، وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنى والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: السنوت الشبت. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم، وهم يمنعون جارهم أن يقردا. حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا السري بن مسكين، حدثنا ذؤاد بن علبة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت، فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشيك ما هدرت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي، فإن في الصلاة شفاء. حدثنا أبو الحسن القطان، حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو سلمة، حدثنا ذؤاد بن علبة فذكر نحوه وقال فيه: أشيك ما هدرت؟ يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قال أبو عبد الله: حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب ثم فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن معمر التيمي عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار جار. ثم استمشيت بالسنة، فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة، والسنة شفاء من الموت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجمل. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال يونس: أعلقت، يعني رمزت. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء.
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجاز، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال إني لأعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقئ الكلمة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقأ الكلم. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ميمون حدثني أبي عن زيد بن أرقم قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعود الهندي يعني به الكسط فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم. قال ابن سمعان في الحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فدخل على ابن لعمار فقال اكشف الباس رب الناس إله الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أبردوها بالماء، وقال إنها من فيح جهنم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا زياد بن الربيع حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، وقال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت عبد الله بن بحينة يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم جمل وهو محرم وسط رأسه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. حدثنا محمد بن طريف حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثب. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال: يا نافع، قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة،
والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال: قال ابن عمر: يا نافع تبيغ بي الدم فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال: وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع، حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي رفعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة، وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، سمعه عمي يحيى: وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس، أن أسعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه، أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا، فكواه على أكحله. حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، حدثني عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي به للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء.